أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الوضع الميداني والإنساني في حجور حجة وأيضا في الحشا بمحافظة الضالع وأبعاد البيان الذي أصدرته الأحزاب السياسية لمساندة أبناء تلك المناطق. إذن طالبت الأحزاب والقوى السياسية المساندة للشرعية الحكومة وقوات الجيش بالتحرك الفوري لدعم ومساندة قبائل حجور في حجة. وقالت الأحزاب في بيان لها إن التقاعس أو الخذلان أو التباطؤ أيضا في دعم ومساندة أهالي حجور سيكون له تبعات كارثية على مستوى العمليات العسكرية ومعركة استعادة الدولة. وأكدت الأحزاب تأييدها لمضامين رسالة أهالي وأعيان حجور التي تضع خارطة طريق واضحة لتحقيق النصر وفك الحصار عن المديرية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تظل الشرعية غير مهتمة بالمناطق التي تجابه الحوثي؟ وماذا يمكن أن يقدمه بيان الأحزاب فعلا للضغط من أجل إنقاذ أبناء مناطق حجور والحشا؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نبدأ النقاش. بعد أكثر من شهر على أزمة أبناء حجور حجة الذين تركوا لمواجهة مصيرهم تحت قصف ميليشيا الحوثي وحصارها بلا دعم ولا إسناد وسط توار وتخاذل للشرعية والتحالف لأسابيع، تقف الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية على تطورات الأوضاع هناك. بعد كل ما طال كشر وأبناء حجور من قصف وحصار وجوع وهروب من السخط الشعبي، خرجت الأحزاب في وقت متأخر ببيان أدانت فيه عدوان ميليشيا الحوثي على أبناء حجور بمديرية كشر وحصارها، وطالبت الحكومة والجيش الوطني بالتحرك الفوري لدعم ومساندة حجور، كما طالبت المنظمات الحقوقية والإغاثية بالإدانة والإغاثة. هرعت الأحزاب المؤيدة للشرعية للإشادة بجهود التحالف في كسر الحصار وعمليات الإنزال الجوي للمعونات، متناسية الأسباب الحقيقية التي تقف خلف أزمة حجور والتي أدت لتفاقمها والأسباب الأخرى المتعلقة بتعطيل جبهات مواجهة ميليشيا الحوثي والتي مكنتها من التفرد والحشد ضد أبناء حجور واستهدافهم. بيان الأحزاب شدد على خطورة التقاعس والخذلان والتباطؤ عن دعم ومساندة أهالي حجور، وحذر من المآلات الكارثية المترتبة لذلك على مستوى العمليات العسكرية للجيش الوطني ومعركة استعادة الدولة وثقة القبائل والمجتمع بالشرعية. وحول استهداف الميليشيا للمدنيين في مديرية الحشا بالضالع، أدانت الأحزاب ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حرب على المدنيين، وطالبت الحكومة والتحالف بدعم أبناء الحشا في مواجهة ميليشيا الحوثي والدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم. إذن نبدأ النقاش وينضم إلينا المحلل السياسي عبد الناصر المودع، سينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان. سيد عبد الناصر مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. يعني في البداية لو أو إذا ما تحدثنا عن حجور ومناطق أخرى تواجه الحوثي، يعني كيف تنظر إلى تعامل الحكومة والتحالف مع هذه المناطق؟ يعني هذه المناطق طبيعة الصراع فيها كان من البداية، بأنه لم يكن من المتوقع بأن يتم إمداد هذه المناطق أو الالتحام بها، لأنه هذه المناطق تظل من الناحية العسكرية هي مناطق معزولة بعيدة عن خطوط التماس، وبالتالي كان واضح بأنه لم يكن هناك دعم يعني حقيقي، وما يحدث كان نوع بس من الدعاية الإعلامية أكثر من أنه سيكون هناك أي تحرك عسكري، لأنه منطقة التي تم فيها النزاع كان خاصة في حجور هي منطقة عسكريا بعيدة عن إمكانيات القوات المتواجدة في الطرف الآخر. نعم. بمعنى أنها لا يمكن توقع بأن يحدث اختراق للمناطق المحيطة بحجور والوصول إليها ومن ثم الالتحام مع القوات التي تقاتل الحوثيين. نعم. لهذا الحوثي مستفرد بالمنطقة ويجدها سهلة، وما تبقى إلا على سكان المنطقة بأن يقاوموا إلى الوقت الذي هو يعني حسب ما هو متبين سيد عبد الناصر من يعني معنويات أهالي المنطقة ويعني تصريحاتهم المتكررة في أنهم
صامدون وسيقاومون بكل ما لديهم، ولكن هل يعجز التحالف والحكومة الشرعية حتى من تقديم لهم يعني إنزال جوي أو دعم بالأسلحة يعني يعني جزء بسيط من المساندة إن لم يستطيعوا الوصول إليهم عسكريا؟ كما قلت يعني الشيء الوحيد الممكن هو إنزال أسلحة عبر المظلات، لكن هذه أيضا لن تغير من طبيعة المعركة. الحوثي لديهم أساليب كثيرة، ليس فقط العمل العسكري ولكن أيضا التفكيك عبر تحالفات قبلية، عبر وساطات، وفي نهاية المطاف لا أعتقد يعني خليني أكون واقعي، لا أعتقد بأن السكان في مدن فترة طويلة. لسوء الحظ يعني وهذه هي طبيعة المشكلات والصراعات في اليمن، أنه تنشأ بؤر للصراع ويكون نتيجتها محسومة للحوثي، وبالتالي لا نقول من الأفضل أن لم تندلع، ولكن ينبغي أن يتم التروي قبل فتح جبهة إذا كانت جبهة خاسرة، لأنه عندما يتم قمع جبهة ما هذه يوصل رسالة سلبية ويضعف من معنويات أي قبيلة أخرى ممكن أنها تفكر بالقتال ضد الحوثيين. ونعرف العدوانية التي يتصرف بها الحوثيين تجاه من يقاومهم وتحديدا وبالتالي هذا يسوقنا للحديث إلى ما تطرقت إليه الحكومة والتصريحات بهذا الشأن من بعض المعنيين بأنه يعني يأتي تأخر الدعم بسبب التسرع من بعض أهالي أو أبناء القبائل بفتح الجبهات، وبالتالي تكون هذه مناطق معزولة يصعب الوصول إليها ويواجهون مصيرهم بمفردهم. يعني هذا من ناحية التوصيف صحيح، خاصة أنه كما تعرف يعني ليس لدينا للحكومة، ليست هي المتحكمة بالأمور، ليس هناك من غرفة عمليات مشتركة، هي من تخطط ومن تضع الاستراتيجية ومن تقرر فتح جبهة هنا أو جبهة هناك، لأن الأمر منوط في النهاية بالسعودية والإمارات أكثر من الحكومة الشرعية، وبالتالي حسابات السعودية والإمارات غير حسابات السلطة الشرعية، الذي هي أيضا السلطة الشرعية هي أيضا سلطات وليست سلطة واحدة، وبالتالي هناك أجندات متعارضة، ولهذا لا يمكن توقع بأن يتم نجدة هذه القبيلة أو هذا الطرف عندما يفتح جبهة هنا وهناك، لا يمكن توقع بأن يتم نجدته بالوقت وبالجهد المطلوب. ولهذا المعارك مثل هذه لسوء الحظ نقول انها معارك خاسره. نعم، إذن تكرم بالبقاء معي سيد عبد الناصر، وسينضم إلينا المهندس عبد العتابي أحد أبناء منطقة الحشة في الضالع، وسنركز في الحديث عن هذه المنطقة التي أيضا تتعرض للخذلان وتعاني من حصار الميليشيات في الضالع. سيد عبدو مساء الخير. مساء الخير أخي شادي، تحية لك وتحية لطاقم قناة البلقيس لتغطية الكارثة التي تحصل لأبناء الحشة. شكرا لك، أهلا بك. ويعني في البداية يعني لو تحدثنا عن الوضع الميداني والإنساني في منطقة الحشة في الضالع. نعم، بس فقط ألمح إلى الصراع الذي حصل بين مدينة الحشة والحوثيين، تطرق بسيط بس للي حصل في عام 2015 ناتج الانتفاضة الشعبية اللي قام فيها في كثير من المناطق. تم مشاركة أبناء الحشة مع أبناء ماوية وأسقطوا مديرية ماوية وبقوا مسيطرين عليها لمدة أسبوعين، وبعد ذلك حصل يعني قتل واستشهد الشهيد عاطف الكربي وأخوه، وبعد ذلك لأنه خرجوا علينا بالدبابات والأسلحة الثقيلة انسحبنا إلى منطقة خلبان اللي هي منطقة الكربي والمروسي والمحمودي، وحصل اتفاق يعني من جميع أبناء الحشاء بأنه نحن لا نقبل الحوثي، وحصل اتفاق من جميع الأطراف بأنه يعني نحن نبقى خارج الصراع، وبقينا واستمرنا لمدة 4 سنوات محافظين على هذا الاتفاق ولم نخرقه. والذي حصل في الفترة الأخيرة أنه مع الأسف حصلت
حصل شيء من التصرف يعني بسبب الاستفزاز الحوثيين، حصل بعض التصرف من بعض الأشخاص، والذي قاموا فيه بدلا ما يتواصلوا مع لجنة التهدئة، واللي نحن نطلب السلام ولا نريد ندخل مديريتنا، هذا بشكل عام كل الوجهات في الحشا مصممين ومصرين بأننا لا نريد حرب، لأننا نعرف أنه نحن يعني ليس لنا قدرة للمقاومة، لأن عندهم أسلحة ثقيلة. فتم من قبل الحوثي دخوله إلى منطقة اللي هي تحد السبرة، وتم تفجير بيت أحد الساكنين من بني الحذيفي، ومن هذا ناتج على أن المديرية يعني مع الشرعية وأغلب أفرادها ملتحقين في كل الجبهات في الساحل الغربي إلى الحدود إلى مهم إلى ولا مشاركات يعني كبيرة في يعني سيد عبدو، أفهم منك فيما شرحت أن هناك أو أن أبناء منطقة الحشا كلهم مع تجنيب المنطقة أي مواجهة عسكرية، وبالتالي كانت هناك تحركات فردية في مواجهة الحوثي وحدث ما حدث. لا، نتج أنه استفزاز لأبناء المنطقة، ومنها حصل يعني شيء من ضرب الرصاص، ولكن كان الجواب عنيف من الحوثي، أتى وفجر البيت، وهذا استفزاز يعتبر لكل قبائل الحشاء، وهذا ليس يعني استفزاز، لأنه يعني حصل إذا كان شخص معين أعتقد أنه ليس من المنطق أن تأتي أن تخرج النساء والأطفال وتفجر بالبيت، هذا أصبح استفزاز. وأنا أقول لك بأنه أبناء الحشاء طبعا تحركوا من كل القرى ومن كل القبائل الموجودة، يعني لأنه هذا استفزاز لمشاعر الناس، وأعتقد أنه إذا كان هم الحوثيين يعتبرون وكما يعني هو موجود أنهم الحاكمين الفعليين يعني بحكم الأمر الواقع، أعتقد أنهم هم يجب أن يقدموا التنازلات، لأنه نحن أبناء الحشاء أثبتنا خلال 4 سنوات بأن النسيج الاجتماعي في الحشاء، وهذا معروف عند كل من لجنة التهدئة من قبل المشايخ واللي هم يتبعون الشرعية، وأيضا من الجانب الآخر اللي هم من أنصار الله، وهذا النسيج الاجتماعي متماسك، وهذا لا أحد يقدر، ولكن أعتقد أنا بالاستفزاز هذا الكبير اللي حصل من قبل، بالتالي هم معروفين بهذا الشيء يعني من زمان سيد عبده، يعني هم في البداية يمارسون الاستفزاز، وإذا وجد رد بسيط يواجهون بعنجهية أكبر، وبالتالي هذا ما يحدث في منطقة الحشا. ولكن لحظة بس، حتى لو قاطعتك، ما المطلوب مننا أبناء الحشا عندما تفجر بيوت يعني نصفق للحوثي؟ نعم، هذا معقول يعني انه نحن عندما يفجر بيوت لا نقول لا، يعني نحن لا نريد حق. بالضبط يعني اذا دعنا نذهب لموضوع يعني اليوم ما حدث في منطقة الحشا هو يعني بات امر واقع، واليوم المنطقة تشهد حصار ومواجهات، لكن يعني بحسب المعلومات التي لديك، هل يعني شهدت هذه المنطقة تحرك يعني من قبل الحكومة او التحالف لانقاذكم يعني في هذه المنطقة؟ أولا للعلم يعني، وأنا يعني أولا لم تقر من قبل الشرعية بأن منطقة الحشا منطقة مواجهات، هذا أمر يعني للآن لم يصدر من أي طرف. الأمر الآخر إنه نحن منطقة مديرية يعني أحد مديرية محافظة الضالع، ولنا حدود مع يعني الأزارق وجحاف والضالع وقعطبة، ومن الجانب الاتجاه الآخر السبرة وماوية، ولهذا نحن يعني الذي حاصل لنا الذي وصل الرسالة إنه الحرب في هذه المنطقة في منطقة الطاحون والحدود مع السبرة، يعني كثير من الأسر تضررت. اليوم الذي يحصل في الحشا والله إنها أكبر كارثة وكارثة إنسانية، وهنا نقول عندما يتكلموا يقولوا حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، يعني أكثر من 500 طالب اليوم توقف التعليم، كثير من المراكز الصحيه الناس نازحين يتحملون، يعني وانا في صفحتي طرحت في الفيسبوك يعني صور للنساء تحمل يعني في الجبال يعني ونسج القصف، لان الحوثي. لكن سيد عبده يعني افهم منك انه حتى الان لا يوجد اي تحرك في الجانب الانساني من قبل الحكومه ولا التحالف ولا المنظمات، يعني هذا في الجانب الانساني، وايضا في الجانب العسكري من قبل الحكومه والتحالف لا يوجد اي شيء في هذه المنطقه؟ ولا يوجد أي شيء، ونحن منطقة معزولة، وفقط لنا 3 طرق هي عبر ماوية واللي يتحكم في دخولها الحوثي، وأيضا من اتجاه السبرة، كلها لنا منفذ وحيد اللي هو لمحافظة الضالع، وإلى الآن حقيقة نحن نعيش في حصار، يعني ليس حصار يعني، وإنما خذلان يعني من خاصة من منظمات حقوق الإنسان ومن الإعلام التغطية الإعلامي، لأن الذي حاصل أقول لك أكثر يعني منطقة مثلا الأسر اللي موجودة، هذا كان النجار الحذيفي
كل يعني منطقه فيها من كل القبائل الكربيه الاعتابي الادريسي، يعني في نزوح كبير من كل الاسر وهذا يشكل ضغط. حتى المنظمات الانسانيه يعني لم تصل اليكم على الاطلاق؟ لا شيء، لا حقيقه الامر نحن طبعا انا مش موجود بالبلد انا في الخارج، ولكن انا اتواصل مع اهلنا ولا يوجد اي الان لم يجد اي شيء، لا منظمات حقوق انسان ولا اي شيء، يعني حتى في الجانب العسكري هو صمود يعني من ابناء المديريه لانه هذا استفزاز، وكثير من الناس صحيح يقولوا لنا ونحن نطلب السلم، اذا كان السلم نحن نطلب السلم ابناء الحشا، وهذا انا بصوت ابناء الحشا وانا متاكد من كل الاطراف من كل الشخصيات الاعتباريه في الحشا لا نريد الحرب، ولكن فرضت علينا وماذا نعمل، يعني عندما يفجر البيت ماذا تريد مننا ان نعمل؟ نصفح؟ كان الله في عونكم يعني سيد عبدو العتابي، و يعني أشكرك جزيل الشكر على هذا الإيضاح. المهندس عبدو العتابي أحد أبناء منطقة الحشا، وأعود إليك سيد عبد الناصر المودع، يعني هنا أيضا دار الحديث عن منطقة الحشا، ولعلك سمعت لحديث ضيفنا أحد أبناء المنطقة. هذه المنطقة ربما يعني ليست معزولة عن الشرعية، وهي في محافظة الضالع وبالقرب من القوات العسكرية في هذه المحافظة، وبالتالي تعاني الخذلان والحصار من قبل الميليشيا. هذه المنطقة أنا يعني عندي معلومات من سابق، هم الأهالي اتفقوا كما ذكر ضيفك على السابق، الأهالي اتفقوا بأن يحيدوا المنطقة وبأن يجعلوها يعني لا هي تبع الشرعية ولا هي تبع الحوثي، وهذا يبدو أنه حل واقعي تماما، لأن الناس يدركوا بأن إذا اندلعت مواجهات هم الضحية كما ذكر لك بالضبط. الآن هناك حالة نزوح وهناك حالة الحوثيين يضغطوا عليهم من كل الاتجاه وليس هناك من دعم حقيقي، وبالتالي من الأفضل لهم أن لا يدخلوا مواجهات خاسرة، لأنه في الأخير بعدين هي تقوي الحوثي ولا تخدم الفكرة العامة بسعادة الدولة، لأنه عندما تدخل قبيلة أو منطقة بصراع مع الحوثي ويتم هزيمتها هذه تؤدي رسالة سلبية لجميع المناطق في اليمن بأنه من مصلحتهم أن يقبلوا بالحوثي إن كان الوضع من على أن يقوموا بعملية خاسرة، وبالتالي يعرضوا أنفسهم ويكونوا هم الضحية دون أن يحصلوا على أي دعم. مديرية الحشا هي صحيح في مديرية هي تتبع محافظة الضالع، لكن خطوط تواصلها الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بمحافظتي إب وتعز. هي كانت سابقا تتبع محافظة تعز ولكن الآن ولهذا السبب لا زالت هذه المحافظة عمليا هي تحت رحمة أقصد المديرية تحت رحمة الحوثيين، لهذا كما ذكر لك ضيف السابق بأنهم الناس يريدوا البقاء في حالة سلم وفي حالة حياد، ومن ثم فإننا نتوقع بأن الحوثي يعني سيحاول التوصل إلى حلول مع السكان، ولكن بعد أن يوصل رسالة قمعية كما حدث بإخراب بعض المنازل للأشخاص الذي بدأوا بالمقاومة، ومن ثم الحوثي أيضا ليس من مصلحته يعني يفتح جبهة في هذه المنطقة غير مهمة عسكريا له وسياسيا، ومن مصلحته أن تبقى هكذا منطقة بعيدة عن المواجهات لا هي تحت سيطرته الفعلية ولا هي تحت سيطرة الشرعية. نعم، إذن وضحت الصورة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان، وسينضم إلينا من الرياض المحلل العسكري سيد عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز، يعني في البداية كيف تنظر إلى طبيعة المعركة والدعم المقدم لأبناء حجور من التحالف؟ أولا قبل كل شيء أريد ملاحظة على ما ذكره ضيفك من عمان حول معركة حجور وحول معركة الحشا، أن الناس يحاولوا يتجنبوا الحوثي، وهذا ما حصل في الحشا وفي حجور، بحيث انهم حاولوا يحيدوا مناطقهم عن الحرب،
ولكن عندما يدخل الحوثي إلى الحشا ويفجر عدة بيوت ماذا تنتظر من الأهالي أن يعملوا؟ يتفرجوا عليهم، لأنه لو تركوا يفجر بعض البيوت سوف يتمادى ويفجر بيوت أخرى. فما فعل الحوثي في الحشا استفز الأهالي، وكل واحد خايف يدخل الحوثي يفجر بيته، فكان لابد من المواجهة. لكن هو يقصد أيضا أن المواجهة خاسرة طالما هناك خذلان سيد عبد العزيز، يعني بالطبع الحوثي يعني يمارس عنجهية ويمارس استفزازات في حق الأهالي ويعتقل رجالهم على واحد واحد، طالما هو طبعا اذا دخل منطقه فهناك له غرماء سواء من اعضاء الاصلاح او التيار السلفي او ناس او اسر ارسلت اولادها الى المقاومه. اذا كان المفروض حسب كلام صاحبك يتركه يدخل، يعني يقتل من يشاء ويفجر بيت من يشاء ويعتقل من يشاء. هذا الكلام غير منطقي. ما حصل في حجور ان هناك اتفاق في عام 2012 بين قبائل حجور بعد مديريه كشر بالذات انه ان الحوثي لا يستخدم منطقتهم كممر للغزو مناطق اخرى. اراد الحوثي ان يستخدم هذه المناطق للعبور للوصول الى مستوى كطريق سهله وكونها جبليه صعبه يعني يصعب ان الطيران يتصيد احد فيها، فأراد أن يدخلها ودخل بعنترياته، بدأ بعنترياته. حاول الحوثي في البداية أن يصور أن المعركة بين قبيلتين ولكنه لم يفلح، فدفع بقواته إلى المنطقة لصالح طرف معين، فكان لابد انهم يقاوموا، ليس امامهم هذا. المواجهه لم تذهب حجور الى الحوثي لتقاتله، وانما الحوثي اتى اليها. هذا اولا. ذكر ضيفك الكريم ان الجيش الوطني لا يستطيع ان يعمل اختراق من حيران باقتحام مديريه مستوى بالوصول الى حجور. يا اخي الكريم، ليس المطلوب ان الجيش الوطني يخترق ويصل الى حجور. المسافه رغم انها بسيطه ومنطقه منبسطه ولا فيها اي شيء، ويستطيع اي كتيبه عسكريه محترفه ان تبعد الحوثي من هذه المنطقه وتحتل يعني وتحرر مديريه مستوى. ليس المطلوب تحرير مستوى ولا الوصول الى حجور يعني للالتحام معهم، المطلوب فقط تحرير الجبهه. يعني خلال الايام الاخيره، يعني قبل أكثر من 4 أو 5 أيام، سحب الحوثي 80% من المقاتلين من جبهة حيران، سحب أكثر من 50 آلية وهم درعاء من حيران، واتجه بهم من المواقع التي كانت تواجه الجيش الوطني، سحبهم عنوة وفي وضح النهار سحبهم واتجه ليحاصر ليفتح جبهة جديدة في جنوب كشر اللي هي بين قوسين بين أفلح الشام وكشر، منطقة بني رسام. الحوثي سحب قوته. يا أخي، ليس المطلوب أنك تخترق وتحرر مستوى. احنا عارفين الجيش الوطني لا يمكن يحرر المنطقة، هذا ليس لعدم فاعليته، ولكن أن احنا جربناه كثير. يعني طالما الحوثي يعني يسحب العتاد العسكري ليحوله إلى حجور وفتح جبهات هناك، ما الذي قدمه الجيش في المقابل؟ ويعمل اشتباكات عسكرية. المطلوب أن الجيش الوطني يحرك جبهات حرب، يطلقوا رصاص إلى الجو فقط، إلى الجو، لا يستهدف الحوثي ولا يدخلوا مع الحوثي في مواجهة. المطلوب إطلاق رصاص في الجو في شنق، حتى رصاص في شنق. وهذا ما يتساءله الناس، لماذا هذا الصمت والخذلان، يعني مع أن الناس يعني تحركت جبهات في مناطق معزولة أو لا يستطيع الجيش الوطني الوصول إليها، ومع ذلك هذا الأمر يشكل إرباك للحوثي ويخدم الجيش في يعني معركة التحرير. لماذا لا يتحرك الجيش مع كل تحرك لأبناء القبائل في مناطق مختلفة؟ أنا جاي لك، يعني أنا دعني أكمل الفكرة. يعني المطلوب تحريك الجبهات. الحوثي على فكرة برضو شن هجوم على مديرية الزاهر، هجوم عنيف في البيضاء، وهي مقاومة وطنية قبائل وهم صامدين لهم أكثر من 5 سنوات من قبل عاصفة الحزم، هم صامدين، والحوثي وعفاش في عز قوتهم هم صامدين. فبالتالي الكلام أن أي معركة يدخلها الحوثي سوف ينتصر فيها لا. لكن الخذلان الذي تتكلم عليه هو جزء من مشكلتنا، من مشكلة إدارة المعركة العسكرية. الشرعية خانعة، الشرعية فاسدة. الجيش الوطني مجرد جيش على الورق، جيش وهمي لا وجود له على الطبيعة. إذا كان مسجل في اللواء 2000 جندي لن تجدهم أكثر من 200 جندي. الجنود هذول لهم أكثر من 6 شهور 7 شهور لم يقبضوا رواتبهم. الجنود هذول الموجودين وهم
10% مما هو مسجل في الكشوفات لهم عندما حتى يستلم الراتب كل 6 شهور أو كل 7 شهور يتم خصمه. الجيش الوطني فقد العقيدة القتالية الآن. لماذا يعني أنا بالنسبة لي أحمل القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية أو ما يسمى بين مزدوج الرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية كونه المسؤول عن المحافظة الشمالية ووزير الدفاع كونه وزير الدفاع ل 500 ألف جندي. المطلوب يا أخي حرق أطلق رصاص في الجو، لا تستهدف الحوثيين، دع الحوثيين في حالة قلق، لكن أنا أقول أنت لو شاهد هنا أيضا سيد عبد العزيز نذهب إلى هذه النقطة حجور. يعني الناس الذين أو القبائل التي يعني فتحت مواجهة مع الحوثي أو الحوثي يعني ذهب لقتالها، الحجة الوحيدة التي يحملها الحوثي أن هذه القبائل يعني كما يصنفها أنها داعمة ويعني مساندة للشرعية وبالتالي تواجه مصيرها، بينما أبناء القبائل ينظرون إلى الخذلان الذي يعني يتعرضون له من الشرعية والتحالف. هذا الأمر أيضا يضع صورة لدى القبائل الأخرى في حال تقدمت قوات الجيش في أي منطقة أنه يعني لن تجازف أي قبيلة في مساندة الشرعية طالما هناك قبائل وهناك نماذج كثيرة تعرضت للخذلان. نعم انا 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 اتيك هذا جزء من اللعبه القذره للحرب ومن تجاره الحروب. يعني ما الذي يمنع مثلا هم تعذروا بالنسبه لحجور انها ليست ملتحمه مع الشرعيه. طيب بالنسبه للحشا من الناحيه الجنوبيه تحيط فيها مديريه الازارق، من الناحيه الشرقيه تحيط فيها تحدها مديريه جحار، من الناحيه الشماليه الشرقيه تحيط بها مديرة قعطبة، ولدينا ما يقارب حوالي 10,000 جندي موجودين في قعطبة وفي حمك وفي معسكر اللواء 83 مدفعية، ما يقارب من 10,000 جندي، وهناك كتيبة اسمها كتيبة أبناء الحشا المفروض يتركوهم ويروحوا يقاتلوا. يا أخي القضية أن الشرعية أصلا ليس لها وجود أصلا، هم مجموعة من المنتفعين، مجموعة من المرتزقة، مجموعة يعني ابتداء برئيس الجمهورية نفسه هذا الرجل الخائن والذي مفروض يخضع لمحاكمة عسكرية. اليوم أنا أقرأ بيان الأحزاب السياسية وهي تناشد فخامته، ما هي هذه الأحزاب السياسية هي التي أوجدت لها الشرعية وهي جزء من الحكومة، لماذا لم تهدد الأحزاب السياسية هذا بالاستقالة؟ لماذا لا تشكل الأحزاب السياسية هذه مجلس رئاسي؟ هذا الرجل انتهى، هذا الرجل كان كارثة بكل المقاييس. هذا لا يعفي الجنرال علي محسن من سوء اختياراته ومن التلاعب والفساد في الجيش الوطني، لكن المسؤول الأول هو عبد ربه منصور هادي. هو منتظر الآن الحوثي يحتل حجور ليصدر بيان ليصدر برقية التعزية وليصدر تصريح شهير شبيه بتصريح عمران عادت إلى أحضان الدولة. هذا الرجل كارثة بكل المقاييس. إذا استمر فسوف تتفكك، سوف يستولي الحوثي حتى على المناطق المحررة. هذا الرجل يتخذ القرارات في الوقت الضائع، هذا لا يصلح أن يكون رئيس دولة إطلاقا. أنا لا أتكلم، ساندناه كثيرا، ساندها العالم كله، مجلس الأمن كله. هذا الرجل غير مؤهل لأن يدير حظيرة أغنام، فما بالك بإدارة الجمهورية. طبعا الكل بيتعلل على أن التحالف العربي، الجميع بيقول التحالف العربي هو من يتحكم بالعمليات العسكرية وهو الذي يحدد. إذا ما دور الشرعية هذا؟ لماذا لا يخرج علينا عبد ربه منصور هادي يقول الأمر ليس بيدي، كما خرج أيام حرب الدماج وقال أنا لا أستطيع أحميكم. لماذا لا يخرج علي محسن الأحمر ويصرح بهذا التصريح؟ لماذا وليناهم؟ لماذا أعطيناهم الحكم؟ ربما ما طرحته سيد عبد العزيز هو يعني عن لسان كل مواطن في الداخل، يعني ينظر إلى واقع الحال وما هي عليه الشرعية، وبالتالي يعني ما طرحته ليس بعيد عما يعني يقوله الناس وما يشعرون به يعني تجاه هذه الشرعية. وبالتالي يعني نسأل الله الفرج وأشكرك جزيل الشكر سيد عبد العزيز الهداشي محلل عسكري كنت معنا من الرياض. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وأشكر أيضا ضيوفي عبد الناصر المودع والسيد أيضا سيد أحد أبناء منطقة الحشا السيد عبدو العتابي مهندس من أبناء المنطقة، وشكر أيضا للسيد عبد العزيز الهداشي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة نترككم في رعاية الله.